قد يعترض معترض ويقول قدر الله سبحانه وتعالى أن أمرض. كذلك من دهس إنسانا كان في شارع فرعي لا يجب السير فيه أكثر من سرعة 20 كيلومتر في الساعة، وكان يسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وضرب إنسانا، هذا اسمه قدر، قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحادث. لكن بسبب إهمالك للسرعات المناسبة لهذا الحادث أنت الآن آثم والناس يلومونك. أما إذا كنت تسير مثلا بسرعة 20 كيلومتر وضربت هذا الولد، الآن هذا أنت لست آثم فيه، لأن أنت تسير بالسرعة المناسبة وقدر الله هذا الشيء، والناس لا يلومونك كما نسمع ونرى. وكذلك الإنسان الذي يأكل ويشرب بشكل طبيعي، ينام بشكل طبيعي، يستخدم هذه الأعضاء بشكل طبيعي، لأن إذا عرض مرض نقول هذا قدر الله، ابتلاء له أو تكفير يعني السيئات. أما إذا كان هو مهملا يتعاطى كميات كثيرة من السكر، كميات هائلة من الملح، كميات هائلة من المشروبات الغازية، كميات هائلة من المواد المعلبات التي فيها مواد حافظة، لأن هذا الإنسان بسبب إهماله وعدم مراعاة هذا البدن يكون آثما، لأن الأطباء يقولون تناول هذه المواد بشكل كبير أو بشكل غير مراعى أو بنسب معينة يؤول إلى كذا. فإذا أنت أخذت هذه النسب بشكل ينهى عنه الطب إذا أنت آثم.